خلاص يا اولاد ماشيين. يا دوب يا ماما نونا، ده الطياره فضل عليها ايه؟ ساعتين ونص. يا اولاد اوصلكم انا، مش معقول تروحوا المطار لوحدكم. الليموزين مستني بره يا كمال بيه، احنا عايزين نروح المطار بطولنا كده، كشافه يعني. اول ما توصلوا باريس هتلاقوا انكل علاء مستنيكم. خدوا بالكم من بعض يا اولاد، خد بالك منها يا شادي. حاضر يا ماما نونا. بعدين انتوا قلقانين كده ليه؟ هو انا هسافر لوحدي؟ ما انا معايا راجل اهو ولا كيس جوافه. بعدين انا رحت باريس اكتر من 40 مره، يعني انا اخده توهه هناك. ايه يا حمادة؟ الله، انت كنت مكسر الفاصل. مالها جت معاك بالسكات كده؟ بالسكات يا حبيبي. يلا بقى تقلبيها غم ولا ايه؟ انا برضو اللي هقلبها غم، امال ايه اللي في عينيك ده؟ أنا مش مصدق نفسي، شكلي كده والله هطلع بحلم في الآخر. ولا بتحلم ولا حاجة. عارف بابا متأثر قوي، أول مرة أشوفه كده. باباك ده أحن إنسان شفته في حياتي. فارق معي قوي إنه حسام ما جاش الفرح، كان نفسي يحضر. ولا يهمك، كل ده هيتحل لما نرجع بالسلامة إن شاء الله. وليجي عليا يا ستي أروح أبوس راسه وإيديه كمان لو تحبي. ربنا يخليك ليا. صحيح، كل سنة وأنت طيب. رمضان خلاص لحد الجاي. أنت بتصومي؟ أه طبعا. ليه؟ هو أنت ما بتصومش ولا إيه؟ لا طبعا بصوم. قولي لي، هو الأذان بيدن الساعة كام في فرنسا؟ يا سيدي لما نبقى نروح فرنسا ربنا يحلها. داليا حسين، كان هيفرق معايا قوي لو ما جتش. مبروك. الله يبارك. انا بجد مش عارف اقول لك ايه يا حسام. ما تقولش، خلي بالك من ده. يلا بقى عشان الناس بيبصوا علينا. اشوف وشك بخير. يلا حبيبي. معلش يا استاذ حماده، اتاخرت عليك شويه. بلدكوا بقت زحمه قوي، لا يمكن تعرف تظبط فيها ميعاد ابدا. انت ولا اتاخرت ولا حاجه، انا اللي جيت بدري. احنا بقى 11. ما هي دلوقتي الساعه بقت 11 وربع. يعني ربع ساعه مش حكايه. لا دي حكايه كبيره قوي 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 في المانيا، هناك المواعيد بالثانيه. ها شكلك كده عندك اخبار حلوه. يعني هي حلوه ومش حلوه، تقدر تقول كده قطعنا نص الطريق. ازاي؟ السي دي فعلا موجود عند النوال زي ما انت قلت لي. ما هو ده خبر مش جديد، واحنا عارفين كده من الاول. وانا عملت البدع عشان اقنعها، بس واضح ان ده شيء مستحيل. نوال مش هتفرط في السي دي مهما حصل. اه كده بقى رجعنا لمربع رقم واحد، يعني حضرتك ما عملتش حاجه. لا بس يكون انها اعترفت لي بالسر ده، تقدر تعتبر ده خطوه على الطريق. ما اقدرش اعتبرها كده، لان دكتوره نوال قالت لي نفس الكلام، وقالت لي ان حتى لو السي دي موجود معاها مش هتسلمه لمركز الابحاث في ميونخ، وده اعتراف ضمني ان هو موجود معاها. طب لو انا قدرت احصل على السي دي ده وجبته لك لغايه عندك، ايه بقى الفايده اللي هتعود عليا لو انا عملت كده؟ ما انا قلت لك يا استاذ حماده قبل كده، مليون دولار ليك انت شخصيا و5 مليون دولار للدكتوره نوال. سيبك بقى من الدكتوره نوال، مش احنا قلنا السكه دي مقفوله خلاص. انت مش قلت لي ان نوال سرقت السي دي من مركز في المانيا؟ طب لو اتسرق منها ما هي مش هتقدر تبلغ، لان ده شيء يدينها مش كده؟ انت عرفت مكانه؟ لا انا ما عرفتش، بس هعرف. انا شغال مش ساكت. وطلباتك ايه يا استاذ حماده؟ مش انتوا عارضين 6 مليون في السي دي؟ خلاص انا مش عايز اكتر من كده. هديهم بقى لنوال، اقسمهم انا وهي، اخدهم انا مع حر. قلت ايه؟ الحقيقه القرار مش ليا، لازم اتكلم مع المركز وبعدين ارجع ارد عليك. حلوة، انا بقى هنتظر منك رساله على الموبايل تقول لي فيها اوكي. اوكي. Thank you.
استاذ كمال مقدر قد ايه انت متضايق جدا، لكن الصالح العام يخلينا نبص للامور بشكل واقعي اكتر. اسم عيله عزو اسم كبير، محدش ينكر ده، بس ده كان زمان، دلوقتي الزمن اتغير. تفتكر المرحوم ابوك لو كان موجود كان وافق على اللي انت عملته ده؟ اذا كان المرحوم رفض ان ياخد حقه وهو عايش معانا، يبقى احنا لازم ندهوله وهو مش معانا. دي استقالتي. مفيش داعي المسألة توصل لكده يا استاذ كمال، انا عايزك تساعدني، مش عايز الناس يقولوا علينا ان احنا اختلفنا بعد ما الحاج مات. مفيش خلاف ولا حاجة، يا ريت بس تؤمر حد من السعاة يجيب لي صورة الباشا لحد العربية. اخص عليه الواد أشرف ده يعمل كده برضو، ده أبوه الله يرحمه كان راجل طيب. ما تزعلش نفسك يا كمال، انت ألف شركة تتمناك، وبعدين انت خبرة كبيرة جدا، يعني تشاور بس تلاقي 100 فرصة أحسن من دي. أنا اللي حاسس في نفسي يا نوال إن الشركة دي أنا شلت ترابها على كتفي أنا والحاج خليل. أنا مش فارق معايا إنه يركني ولا يحطني مستشار، لا له رأي ولا قرار، إنما أنا مش قادر أتصور إنه يلغي اسم عزه بجرة قلم. الاسم ده في السوق قبل ما أشرف يتولد بـ40 سنة. اسم من غير فعل، هو إحنا نفرح باسم عزه على يافطة وخلاص؟ الولد ده اتصرف صح إن حط اسم أبوه على الشركة، زي ما اسم عزه غالي عليك أكيد اسم الحاج خليل غالي على ابنه برضه. إيه نوال بس، إيه الخليل؟ في شركة يبقى اسمها خليل؟ يشيل اسم عزه باشا ويحط خليل؟ الظاهر إن إحنا بقينا زي الآثار، لازم نتحط في المتحف خلاص. كيمو! أهلاً أهلاً، إزيك يا كيمو؟ إيه ده؟ كيمو مزوغ من الشغل؟ اسكت يا حمادة، تصور الواد العيل ابن الحاج خليل يرفض كمال أول أبوها الله يرحمه ما مات؟ رفضك؟ مش رفضني، إنما يعني فهمني بطريقة غير مباشرة إنه مستغني عن خدماتي وأنا قدمت استقالتي. تستاهل. أنا طول عمري أقول لك كمال عزه ما ينفعش يشتغل عند واحد كان عامل في شركة عزه وما سمعتش كلامي. يا ابني أنا ما طقتش أشتغل يوم واحد تحت إيد حد، مع إن أنا كنت شغال إيه؟ مستشار فني، رجل على رجل وفي كل. أيوه. أدوده، إزيك يا حبيبتي؟ عاملين إيه؟ اوعى عمك علاء يكون مقصر معاك ومش عيب بالواجب، انا مديله 5000 يورو ادهولي. ولا علاء هو تفتكر ان بنتي قاعده على عليك؟ لا دي قاعده بفلوسها. ايوه خير ابوه. يا ابني انت هتفضل قليل الذوق كده لحد امتى؟ دنيا دي تقعد وتتشرد كمان. لا مش عشانك، عشانها هي وعشان الواد النصاب ده اللي اسمه شادي. اسكت، ده انا اول ما شفته وقعت من ضحك. ولا حلاء او عمرتك تبوس في وشهم، اصل انا فاهم شغل الخواجات ده. انما انا اللي مجنني ازاي القمر دي تتجوزك انت؟ ده انت شايب وعايب يالا. شويه الشعر الابيض دول اللي مش عاجبينك بيعملوا عمايل هنا في باريس. يا ابني مراتي مش مخلياني محتاج حاجه، وانت عارف ان انا طول عمري ملتزم ومخلص جدا. لا انت عارف مثلا نقول يا ساتر يا رب. داليا خد البابا عاوزك. الو. ايوه يا حماد. لا 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 لا، ده انكل علاء وطنط بيجيت شايلنا من على الارض شيل. ده متجوز حته دي موزه فرنسويه. يا نهار اسود يا حماده. لا لا لا، ما ينفعش، لازم اجي لك وننام سوا. خلاص يا ابني كفايه، ايه مش عايزين صداع. يلا مع السلامه، سلم على كل اللي عندك. اوروفوار. اقعد يا داليا. هو في ايه يا انكل علي؟ بص يا داليا، شادي انا في حاجه كده هقولها لكم وعايزكم تسمعوني كويس قوي. خير يا علاء بيه؟ بالنسبه لطنط برجيت، انا مش جايب لحماده سيره عن سنها الحقيقي، فارجوكم ارجوكم ده يفضل سر بيننا. طب افرض سالنا هنكذب عليه؟ لا بريء قوي يا اخويا،
هو انا عرفتك ولا شفت وشك الا وانت بتكذب وتنصب؟ خلاص يا علاء بيه، اعتبر سرك ده كبير ملوش قرار. وبعدين كمال احنا نقعد كده مفيش شغل مفيش حاجه، نعمل ايه في مصر؟ عايزين اسافر لندن اعمل ايه يا كريستين؟ انا عشت عمري كله هنا، انا خلاص عديت الستين، يعني طلعت على المعاش من زمان، اروح ابدا حياتي في لندن من جديد وانا في السن ده؟ انت مش بتفكر غير في نفسك يا كمال. جولي عاوز يعيش، عاوز يبدا حياته. انا مش عارف بس ايه اصراركم انكم تسيبوا مصر. في ايه لك في مصر عاده لشانه؟ في اهلي يا كريستين، في عيلتي، اختي نوال وحماده ابن عمي، وفي الاهم في ماما نونا. جوليا كمان عندها حاجات مهمه في لندن، عاوز سافر لشانه. ايه المهم بقى في لندن عشان جوليا؟ الكورس اللي فاضل لها هما شهرين وهتخلص وترجع وتشتغل هنا في مصر. كمال جوليا مش عاوزه تعيش في مصر. ليه بقى؟ جوليا عندها بوي فريند عاوز يكون جنبه. ده ايه؟ بوي فريند. دايما اقول اهم حاجه في الدنيا التربيه. تعرف مشكلتك ايه يا كمال؟ انك طيب، طول عمرك طيب، لا عمرك عاقبت ولا ضربت، يعني ما ربيتش. زائد ان مراتك خواجه كمان، يعني ما تفهمش في الكلام ده. ادي نتيجه التربيه الغربيه يا سيدي. ما انت عندك نموذج حي قدامك يا اخي. تربيتي انا البنت داليا، داليا خاتم في صباعي. اتجوزي ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. ما تتجوزيش العريس اللي جايبه لك امك ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. في سيطره، في تمكن. حماده انت عارف ان كريستين مراتي واخده جنب طول عمرها، عمرها ما حاولت تقرب لينا او تبقى واحده مننا، لا عرفت تحب علاء ولا نوال ولا حتى ماما نونا. يمكن الوحيد في العيله اللي مراتي وبنتي مرتبطين بيه هو انت، عشان كده انا لجأت لك دلوقتي. يمكن يسمعوك انت، هما الاثنين مش سامعين غير صوت نفسهم وبس. المشكله كمان انك بترقص على السلم. لا حصلت تبقى خواجه وتقبل الافكار المتحرره بتاعت الغرب دي، ولا حصلت تبقى اب شرقي من اللي بيقول الكلمه ما يتنهاش. ايوه انت صح يا حماده، بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل قول انا هعمل ايه؟ حماده لما يتدخل يا كيمو تبقى خلاص خلصت. بس معلش يمكن اكون عنيف شويه مع جوليا، انا ليه اسلوبي. اتفضل يا حماده اتفضل. هاي كريستين. وري I'd like to stay 5 minutes with Julia. اوكي يلا خد مراتك وعلى جوه. اوكي ايه بقى؟ وانا اللي بقول جوليا دي هي الوحيده في العيله اللي طالعه لي؟ على اخر الزمن هنيجي نخيب بقى ولا ايه؟ اللي انا سمعته من بابا ده جايبه لي بوي فريند؟ احنا بتوع بوي فريند يا جوليا؟ حماده بابي بيكلمني كاني لسه بيبي، انا عارفه انا بعمل ايه كويس وده ماي اون ديسيجن. لا يا حبيبتي ده مش قرارك لوحدك. انا مش فاهم يعني ايه انت متمسكه بيه قوي كده ليه؟ بيشتغل ايه ده؟ هو بيدرس معايا في كورس وبيشتغل في محطه بنزين. عامل؟ معقول يا جوليا؟ حفيده عز وباشا تتجوز عامل في محطة بنزين؟ ده مش عيب يا حمادة. هو شكله ايه الواد ده؟ يا نهار اسود ده زنجي. حمادة أنا كنت عارفة إنك ضد عنصرية، عمر لون ما كان مهم يا حمادة. أيوة مش مهم بس ده محلو قوي. I love him. جوليا مش مهم تاخد اللي يو لاف هيم، المهم تاخد اللي بي لاف يو. هي اولسو لافز مي. بيست اوف لاك. مبروك. ثانك يو ثانك يو حماده. دريم بلداتي بلا زفت. هو ابوكي ده بيفهم حاجه. سيبوني انا اخلص لك الموضوع. يا كمال يا مهدي وسلام. عملت ايه يا حماده؟ اه يا جمال. شوف يا جمال
البت بنتك دي 10/10. المشكلة الفجوة الحضارية اللي بينكم. أنا درست الموضوع كويس، لقيت إنها مش هتلاقي ولد أحسن من ده عشان تتجوزه. أنت بتقول إيه يا حمادة؟ يا ابني أنت بتفكر بعقلية القرن العشرين اللي أنت كنت عايش فيه. هي بتفكر بعقلية ال21. يا سلام، وأنت بقى يا سي حمادة؟ أنا ال22، أنا سابق عصري. تعلن دار الإفتاء أن اليوم هو المتمم من شهر شعبان، وغدا هو أول أيام رمضان المبارك. أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. كل سنة وأنتم طيبين، بكرة رمضان. كل سنة وأنت طيب يا شفيق. أنتم بالصحة والسلامة. أحلى رمضان يعدي عليا من يوم ما اتولدت. يا ساتر يا رب، العزوبية دي كانت حاجة وحشة قوي. كنت أقعد ساعة الفطار كده لوحدي، يا دوبك أشرب شوية خشاف نفسي تتسد. لكن معاك أنت نفسي تفضل مفتوحة على طول. وانا ان شاء الله بكره هعمل لك صينيه كنافه بالعسل وشويه قطايف. لكن ايه، هتاكل صبعك وراهم. وانا ساعه السحوره صاحب ابراهيم يجي السحر معانا. ربنا يخليك يا شفيق ويحنن قلبك عليه كمان وكمان. يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. يا حماده، رمضان هنا حاجه تانية خالص. 20 سنة انا الاولاد بنصوم في المانيا، ما حسيتش بالدفء اللي انا حاسه بيه دلوقتي. انت ما جربتيش المهلبيه هنا يا ريس؟ مهلبيه ايه يا نهار ابيض؟ ايه يا حماده، انت عازمني هنا في الحسين عشان تلخبط على كيفك رشوه دي ولا ايه؟ النهارده اجازه يا ريس، الجو ده ما يحلوش غير بالمهلبيه. اتنين مهلبيه لو سمحت. بس كده هنتاخر يا حماده، الولاد ما تسحروش، دول بيصوموا. ماما نونا لا يمكن يفوتها حاجه زي كده، زمانها دلوقتي عامله لهم خيمه رمضانيه. ثانيه واحده. راح فين؟ دقيقه واحده. شكرا قوي. شكرا. انت لقيتك بتغير كل حياتي، ما اعرفش ازاي انا حبيتك، ما اعرفش ازاي يا حياتي من همسه حبي لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، أدوب في الحب وصبح وليل وليل على بابي. شكرا شكرا، كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ انت مش معقول يا حمادة، بجد انت مش معقول. حمادة حمادة، يلا يا حبيبي، يلا قوم المدفع هيدرى، قوم يا طعمة عشان تفطر. يا انا نمت كل ده يا ماما. طبعا، ما انت راجع البيت انت ونوال النهارده بعد الفجر. هنا نوال فين؟ نزلت راحت شغلها من بدري ورجعت على الساعه 3 كده، دخلت تنام ويدوبها صحيه زيك دلوقتي كده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. توك ما افتكرت طبعا من لاقي احبابه. احبابي وانا بحب غيرك انت يا ابو. كل سنة طيبة، هي أحلى وأجمل نونة في الدنيا. إيه ده؟ مخبية من وراء. ولو إنك ما تستاهلش. آه فانوس. آه. ما الناس عنده فانوس السنة اللي فاتت؟ هو في سنة بتعدي من غير ما أجيب لك فانوس يا حمادة؟ قولي لي بقى، عاملين إيه في طلع النهاردة؟ أنا ميت من الجوع. النهاردة مفيش دايت. النهاردة أول يوم رمضان، أقل محشي. اسكت، دي نوال النهاردة عاملة لك حبة محشي كوسة باللحمة المفرومة، إنما هتاكل صوابعك وراها. إيه باللحمة المفرومة دي؟ يعني مفيش رز؟ يا سلام عليك يا حمادة، إحنا كنا طايلين. بقولك يا نونا، النهاردة هتعملي حركة جدعانة معايا، بعد الفطار تاخدي العيال وتطلعوا على النادي. هناك في خيمة رمضانية تجنن، تقعدوا سهرانين لغاية السحور، تسحروا وترجعوا على طول. أنت إيه، عايز تطرقني ولا إيه يا واد؟ أيوه يا ماما عايز أطرقك. بصراحة أنا عايزة أفتح نوال في الموضوع اللي أنت عايزانا فتحها فيه. والنبي صحيح؟ يا سلام، بس أنا عارفة إن نوال خارجة النهاردة بعد الفطار على طول. مش مهم، أنا هعرف إزاي أجيبها بطريقتي. إلهي ربنا يجعلها من نصيبك. حق لو ربنا بيحبك تاخد نوال يا حمادة. هاخدها إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة. انت طيبة. دي أول مرة نفطر مع بعض لوحدينا من غير داليا،
حشيتني قوي البنت دي يا ستي، كلها كام يوم وتيجي تفطر معاكي هي وجوزها كمان. على العموم الولد ده باين عليه ابن حلال وطيب قوي، وداليا كمان طيبه قوي ومش هتقع غير في واحد زيها. الطيبون لطيبات. على فكره كلموني النهارده الصبح من باريس، صايمين الحمد لله، بس المغرب عندهم بيتاخر قوي. والله يا جدو النهارده كانوا طالبين عندنا رسام في الداخليه، رشحته. رسام هيعمل ايه ده في الداخليه؟ اصلهم بيرسموا المجرمين من الاوصاف والمعلومات اللي بتبقى مكتوبه عنهم في التحريات. انت عارف يا حسام، شادي ده هيشرفك، ايديه تتلف في حرير. والله يا جد اديتهم اسمه، حبيت اعملها له مفاجاه هو وداليا لما يجوا بالسلامه من السفر. على فكره بيدفعوا كويس قوي. ايوه نوال، لو سمحت انا عايزك في حاجه مهمه قوي. لا لا ما تستناش، يلا انا مستنيك، ما تتاخريش والنبي. طيب مع السلامه. مساء الخير يا حسام بيه. مساء النور يا محسن بيه. الرسام اللي انت رشحته عشان يشتغل معانا ده تعرفه كويس؟ طبعا اعرفه كويس، ده جوز اختي. يمكن بقى يكون في غلط في الاسم. ليه يا محسن بيه؟ ده عنده سابقه، كان عنده قضيه تزييف عمله واتسجن 3 سنين في سجن ابو زعبل. شادي؟ ايوه شادي، مش هو ده الاسم؟ ايوه. الكمبيوتر ما بيغلطش يا حسام بيه، تاني كده بقى صعب ان احنا نرشحه يشتغل معانا. معقوله ما كنتش تعرف يا حسام بيه؟ مفتاح. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة؟ اتفضل يا ابراهيم. على فكرة بقى أنا زعلان منك قوي. حد يعمل كده برضه؟ حد يقول لأبوه أنا هقتلك؟ استغفر الله العظيم من كل سنة العظيم. أنا كده اطمنت يا إبراهيم، ما دام ربنا هداك يبقى هتبقى كويس إن شاء الله. على فكرة يا إبراهيم، أنت لما جيت لي تطلب مني إنك تسافر أنا رفضت عشان كنت خايف عليك من البهدلة والمرمطة في بلاد بره. بس انت لو عايز تعمل عمره دلوقتي انا اسفرك. ربنا يكتبها لنا جميعا ان شاء الله. لا ده شويه خشاف على امر الدين. كل سنه وانت طيب يا ابراهيم. اجيب لك شويه؟ لا لا لا، فطرت والحمد لله، ما تتعبش نفسك. استغفر الله العظيم. هو انت عايز حاجه يا ابراهيم؟ السؤال غير الله سبحانه وتعالى مزلة ما بعدها مزلة. أنا مش جاي أخد منك، أنا جاي أدي لك. أنا مش عايز حاجة. إزاي بقى؟ أنت عاوز بس غافل. الدنيا لهياك واخداك، إنما لو فكرت لحظة لما هتقابل الذي لا يغفل ولا ينام هتقول له إيه؟ هتعرف أنت قد إيه محتاج. أنا على فكرة إبراهيم أنا ما غلطش في حياتي. أنا الحمد لله بصلي وبصوم، وحتى الكام جوازة اللي اتجوزتها دي على سنة الله ورسوله. العمر عدى خلاص يا بابا، وأنت بلغت من العمر أرزله. أنا جاي أنصحك بالاعتكاف، وإنك توهب اللي فاضل من حياتك لله سبحانه وتعالى. الله. صلاة العشاء وجبت. أنت متوضي يا بابا؟ أتوضى. حالا اتفضل. هو
فين؟ أبوك فين؟ أنت هنا بتعمل إيه؟ إيه ده يا حسام؟ إن الله مع الصابرين. أبوك بيتوضى جوه عشان يصلي العشاء. بيتوضى؟ من إمتى؟ أنت فين يا راجل أنت؟ إيه يا حسام؟ هو في إيه النهاردة؟ الصايع اللي جوزته بنتك ووقفت ضدنا كلنا علشانه طلع سوابق، طلع مزور واتسجن 3 سنين. انا على اخر الزمن اختي تتجوز واحد مجرم، وانت السبب، انت اللي دمرت حياتنا كلها. يا ريتني يا اخي كنت سبته وقتلك ويريحنا منك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اتفضل الشيخ ابراهيم ابنك الدرويش اهو، وبكره يبقى ارهابي، وانت السبب. انا مش عارف انت ازاي عايش في الدنيا دي. انا لو منك يا طب ساكت. انتوا عايزين ايه؟ انتوا فاكرين انكم هتخوفوني؟ انا ما خافش غير من اللي خلقني. الله ينعلمه اليوم اللي خلفتكم فيه وجبتكم للدنيا عشان تبيعوا وتشتروا فيا. جايين تربوني دلوقتي، ربوا نفسكم احسن. انتوا فاشله كل واحد فيكم في عقد الدنيا. افرض يعني ان شادي طلع مزور ولا رئيس عصابه حتى، ما هو تعب يا اخي، اتصلح حاله. الدور والبائع اللي عمره ما هيتصلح، عمره ما هيتعدل. زعلان قوي عشان منظرك قدام زمايلك. انت اناني ما بتفكرش غير في نفسك. انت اللي ما بتفكرش غير في نفسك، بتجري ورا نزواتك. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله. لا اله الا الله. اوف. اهدى يا حسام، فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اهو كلام ربنا اهو. كمل كمل كلام ربنا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طب ايه؟ انا كنت عايز اربيكم. انا حاولت كتير ان انا اقربكم مني واقرب لكم. اشمعنى داليا من الست اللي لها اب؟ ما هي توكي يا ستاني، راحت اتجوزت واحد سوابق. بس انا مش هاسكت، وديني وايماني ما اسكت. هتربع الدنيا على دماغها ودماغه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه الشياطين بتتحبس في الشهر الكريم، ما تطوعوهاش، ما تخليهاش تضحك عليكم. ده احنا كنا لسه داخلين نصلي العشاء. يلا حسام، يلا ربنا يهديك انت كمان. خش اتوضى، بابا هيصلي بينا العشاء. امام امام حسام. في ايه يا حماد؟ ابراهيم كمان هنا؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا دكتوره؟ ايه اللي حصل يا حماد؟ جايين يتهجموا على ابوهم، كان ناقص يضربوني. معقوله يا ابراهيم؟ لا يا ابراهيم كويس، هو التاني ده اللي ما تخباش، داخل عامل لي فيها ظابط طايح اللي بيخوفني. ايه اللي عامله في نفسك ده يا ابراهيم؟ سبحان الله، هو يعني اللي يلتزم ويمشي على الطريق المستقيم الناس تشوفه تستغرب؟ يعني لو كنت لبست دلوقتي بنطلون مقطع وجاكيت جلد كان شكلي بقى عادي؟ هو ده الحل يا ابراهيم؟ انت كده لقيت نفسك؟ اللي كنا بنذاكر ليه ونتعب عشان تجيب تقدير وتقدم في الخارجيه؟ احنا ما كناش بننام يا ابراهيم. انا كنت فرحانه بيك قوي، حاسه انك شاب طموح عاوز يحقق في حياته حاجه. هو اصله زعلان عشان امه راحت اتجوزت، وبصراحه عنده حق. سلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اللي حصل لاولادك يا حماده؟ قلت لي نووي ده جيل خربان. انت هتسيبهم كده؟ لازم تتكلم معاهم، لازم تقعد معاهم، ده كده هيدمروا نفسهم. غلبت فيهم والله. انا كرهوني في حياتي، انا بفكر اخد نونا ونسافر نسيب لهم البلد. حاجه واحده بس اللي منعاني، انت يا نار. انا؟ ايوه انت. مش معقول تكوني مش فاهماني. لا انا مش فاهمه حاجه يا حماد. معقول يا نار ما انتش حاسه بكل اللي انا حاسس بيه؟
يا نوال ده انا حبيت الاكل الدايت، حبيت الشاي الاخضر بدون سكر، حبيت الصحيان بدري والجري حوالين الفيلا لما يتهدى حيلي، حبيت هشام وعصام وامام اللي اتحرموا من ابوهم، اللي انا بفكر ان انا ابقى. بس يا حماد ما تكملش ارجوك، اللي بتفكر فيه ده لا يمكن يحصل ابدا. ليه يا نوال؟ ده المفروض كان يحصل من 30 سنه. عشان عندي هدف اكبر في حياتي، هدف لازم اديله كل تفكيري كل حواسي. من يوم ما راح الدكتور مختار ونوال كمان راحت معاه، مبقاش عندي اي تفكير في حياه شخصيه. عشان البحث بتاعك؟ ايوه. معقوله يا نوال عشان الشغل تضحي براجل بيحبك كل الحب ده؟ مش مساله شغل، البحث بتاعي اللي انا بعمله مش بعمله عشان نجاح شخصي ولا مجد علمي، انا بعمله عشان ولادي وولادك، عشان هشام وعصام وامام وحسام وابراهيم، عشان الاجيال اللي جايه دي كلها. انا لو كنت عايزه اعيش وانبسط زي ما انت بتقول كنت وافقت على العرض اللي هم عرضوه عليا. المركز في المنخ عرض عليا 5 مليون دولار عشان اديهم السي دي اللي معايا. يمكن اول مره اقول لك الحكايه دي. طب بس كده خلاص اتحلت. انت مش عايزه البلد تتقدم وتمشي في البرنامج النووي؟ انت تدي الالمان السي دي اللي عايزينه ده وتاخدي ال5 مليون دولار تتبرعي بيهم للطاقه النوويه في مصر، يبقى كده ضربت العصفورين بحجر. وما سالتش نفسك هم عارضين عليا المبلغ ده كله ليه؟ تفتكر هم مش فاهمين؟ الفلوس عمرها ما تعمل حضاره ولا تقدم الا على اساس علمي سليم نقدر نبني عليه، والاساس ده معايا انا. البحث اللي انا بعمله يدخل للبلد دي مليارات مش ملايين. دي حاجه يا حماده؟ لا ده المسابقات اللي بيعملوها على التليفون دي. انت بتشارك في الحاجات دي؟ لا بس شكلي كده هشترك المره دي، يمكن حظي يكون احسن.